السلام عليكم الأولاد، معكم الأستاذة عجرود، واليوم راح ندير لكم باراجراف على السؤال هذا اللي هو is counterfeiting good or bad. راح نجاوب على السؤال هذا، ولا are you for or against counterfeiting؟ هنا راح نكتبوا opinion article، راح نكتبوا opinion article اللي هو يعني حاجة راح نبدي فيها رأي شخصي. درك نفهمكم كي نبدأ نشرح. نبدأ بالمقدمة. It is said that counterfeiting benefits consumers because it provides cheap products. من المعروف ولا من المعروف أن التزوير يفيد المستهلكين لأنه يوفر لهم منتجات رخيصة. هنا هالكلمات اللي مكتوبين بلازرك هنا I totally disagree with، يعني هذا راح نعبر على رأيي الشخصي، هل أنا ضد أو مع. هنا I totally disagree with يعني أنا أعارض هذه الفكرة. I totally disagree with that idea for the following reasons، يعني أنا أعارض هذه الفكرة للأسباب التالية. راح نبدأ بالأسباب اللي هما first, secondly, sorry هنا firstly, imitated goods are poor quality and don't last long. هنا أولا المنتجات المقلدة ذات نوعية رديئة ولا تستمر لفترة طويلة. As a result يعني كنتيجة they may be unsafe. قد تكون غير آمنة. For instance مثلا قطع غيار السيارات الرديئة يعني المقلدة قد تكون مؤذية، can be harmful، قد تكون مؤذية للسائق والمسافرين. والمأكولات المقلدة والدواء المقلد ولا المقلد قد ينتج عنه أمراض خطيرة للناس. هذه مثالين، أعطينا مثال على قطع غيار السيارات وقطع على الأكل ولا الدواء المقلد، يعني يقدروا يكونوا very dangerous يعني خطيرين لصحة الإنسان. وهنا رانا مازلنا نجستيفي في اليد هذه وندعو عليها اكزامبل، اللي هي الايدي اللي هي الفكره الاولى اللي هي المنتوجات المقلده ذات نوعيه رديئه ولا تستمر طويلا. Secondly ثانيا imitating other people's property is an immoral act. تقليد ما ينتجه تقليد ملكيه الاخرين يعتبر فعل لا اخلاقي. هنا فعل أخلاقي. People ought to be more creative، يجب على الناس أن يكونوا أكثر إبداعا ويخترعوا أو يحسنوا المنتجات الموجودة من قبل. Thirdly ثالثا pirating objects is considered a theft. تقليد المنتجات أو تزويرها يعتبر سرقة. Especially when counterfeiters use the label of a well-known trademark on it. خاصة لما المقلدين يستعملوا نفس العلامة التجارية للشركة التي قلدوا منها، مثلا يقلدوا على سامسونج يكتبوا حتى هما سامسونج مع أنه منتجهم مقلد وليس أوريجينال، ليس ماهوش أوريجينال. In conclusion يعني كخاتمة I think تشوفوا هنا الكلمات اللي تعبر على رأيي تعبر على رأيي درتها بالأزرق اللي هي I think و I totally disagree with، هذو فيهم نعبر على رأيي. In conclusion I think that famous companies had better reduce the price of their products. في الخاتمة أنا أعتقد أن الشركات المشهورة من الأفضل لها أن تخفض أسعار منتجاتها. This will enable common people to purchase them and stop buying copied products that may be dangerous for their health. هذا سيمكن الناس العاديين من
من شراء منتجاتهم and stop buying copied products والتوقف عن شراء المنتجات المزورة التي يمكن أن تكون خطيرة لصحتهم. هذا هو الأوبينيون أرتيكل اللي جاوب على السؤال Are you for or against counterfeiting ولا is counterfeiting good or bad؟ إن شاء الله تفهم هذا الباراجراف. كاين ملاحظة صغيرة برك، كاين بعض الطلبة قالوا لي ديري لنا على الفرق بين composition وبين article وبين essay وبين essay و letter. راح نقول لكم برك باللي letter مختلفة على اللي ذكرتهم، والباقي ما كانش اختلاف كبير بيناتهم بالنسبة لكم كطلبة بكالوريا، لأنكم ما كمش اختصاص، ما كمش كتاب في الجامعة ولا باحثين باش نبداو ندخلوا في التفاصيل. احنا التلميذ في البكالوريا كيجي يكتب لنا فقرة كيما هك، يميز الباراجراف ويدير روابط ويعرف يعبر على رأيه مثلا بكلمة I think، ويعطي مثال for instance ولا for example. هذه كلمة for instance هي مثال، تقدر نديره for example، ويعطي روابط تاع result مثلا كيما because ولا as. هاي because ثاني نسيناه هنا. هنا التلميذ كي يدير لنا فقرة كيما هك، يعني بارك الله فيه، راهو ممتاز وراهو كتب بطريقة جيدة. هذا تلميذ ثانوي، مانيش راح نتوقع منه حوايج صعاب ولا حوايج معقدين. يكفي انك تكتب فقرة فيها روابط بسيطة كيما هكا، وتميز الباراجراف الانترودكشن تخلي هنا لسباس. هنا فيرستلي هذا سواء حبيت تديرهم فقرة وحدة اوكي، وحبيت تدير كل وحدة وحدها اتس اوكي، ما كانش بروبلام خلاص. ملا الطلبة اللي يسألوني ويقولوا لي الاستاذ فلاني والاستاذ فلاني ميزنا بيناتهم، راح نقول لكم ما تبعوش الناس كل، موش الناس كل صح البكالوريا، وركزوا. احنا اهم حاجة عندنا التلميذ في الليسي انه يكتب لنا فقرة. انت كي تكتب ربع جمل ولا خمسة راهو اللهم بارك، يعني التلميذ ما خلى معطى، يعني كي يكتب ربع جمل ولا خمسة من إنتاجه الشخصي راهو دار مجهود كبير، لازم نكافئوه عليه. الوغ ركزوا على الكتابة، ما تركزوليش على أشكال الكومبوزيشن وارتيكل وهذا كل ما يهموش. أوكي، نقولكم جود باي، نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. جود لاك.